تقرير من مكتب حقوق الإنسان في محافظة المهرة أحدث ضجة كبيرة الأسبوع الماضي. هذا التقرير كشف عن ممارسات للقوات السعودية بحق المواطنين في المهرة، تلخصت بإجراء تحقيقات غير قانونية ونقلهم أيضا إلى السعودية للتحقيق معهم، وأيضا استخدام القوات السعودية لجنسيات غير يمنية إلى محافظة المهرة، استحداثات عسكرية تتم أيضا في هذه المحافظة. هذا التقرير لم يمضي مرور الكرام، قامت وزارة حقوق الإنسان بنفي هذا التقرير، وأيضا عزلت مدير مكتب حقوق الإنسان في هذه المحافظة وواجه هذا التقرير، وأيضا مدير مكتب حقوق الإنسان العديد من المشاكل جراء إصدار هذا التقرير. في البداية دعونا نتحقق من صحة ما ورد في هذا التقرير، وبعد ذلك نتناول ردة فعل الحكومة وأيضا التحالف العربي الذي استشاط غضبا الأسبوع الماضي من جراء هذا التقرير. دعوني أستضيف معي عبر الهاتف عضو اللجنة الإعلامية لاعتصام المهرة سيد علي مبارك بن محمد ليتحدث لنا عن ما جرى الأسبوع الماضي فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان. أهلا وسهلا بك بداية معنا سيد علي. مرحبا. إن شاء الله في البداية دعني أسألك عن ما ورد في التقرير الذي أصدره مدير مكتب حقوق الإنسان في محافظة المهرة، هل تتفق مع ما ورد في هذا التقرير أم ترى بأنه غير صحيح كما يقول البعض؟ أولا تحية من كل أبناء محافظة المهرة لمدير مكتب حقوق الإنسان في المحافظة، والذي أظهر مسؤوليته تجاه محافظته وأظهر الحقيقة للعالم أجمع. ما جاء في التقرير الذي نشره مدير حقوق الإنسان بالمحافظة هو صحيح 100%، وهناك تجاوزات حصلت في من قبل التحالف السعودي في المحافظة منذ دخوله في المحافظة، بداية من تحويل المطار إلى ركن عسكرية وتوقيفه عن العمل، وتحويل المواني إلى أن تخضع تحت سيطرتهم وعسكرتها، بالإضافة إلى أن هناك بعض التعسفات التي واجهت كثير من المواطنين من أبناء المحافظة من إجراءات غير قانونية والتي يديرها الجهاز الموجود حاليا من القوات السعودية في المطار، وتحويل المنطقة إلى منطقة عسكرية مدججة بالأسلحة والمدرعات، وهي محافظة آمنة ومستقرة، فيستغرب أبناء المحافظة عما يحصل عندهم في محافظة المهرة وهي بعيدة عن الصراعات أن يكون فيها الكم الهائل. فالتقرير لخص، يعني سيد علي أنت الآن تؤكد ما ورد في التقرير أن هناك ممارسات غير قانونية تقوم بها القوات السعودية في المحافظة بحق أبناء المحافظة. كذلك نعم نؤكد أن ما جاء في التقرير ما هو إلا 10% مما يحصل في المحافظة، برغم شحة الإمكانيات وبرغم عدم الإدلاء بالمعلومات لمكتب وزارة حقوق الإنسان، إلا أنه هناك رصد قوي جدا من قبل مدير المكتب وكثير من الحقوقيين في المحافظة، حتى تم رصد ما تم رصده في التقرير الذي نشره الأسبوع الماضي. طيب لو جئنا إلى ردة فعل وزارة حقوق الإنسان وأيضا السلطات المحلية في المحافظة، فقد اتهمت مدير مكتب حقوق الإنسان الذي تم عزله تقريبا بأنه يعمل أو أن هذا العمل فردي، تقرير هذا الذي صدر، وبأنه يتبع المعتصمين المناهضين للسلطة المحلية في المحافظة، وبذلك يخسر التقرير مصداقيته، ما رأيكم؟ والله في الحقيقة يعني نحن نستغرب أن تصدر هذه الاتهامات بعد ما نشر التقرير. للعلم أن ما ذكر في موقع الوزارة أن الشخص المذكور تم إيقافه عن العمل منذ شهر أغسطس 2018 وحالته التقى، هذا غير صحيح جملة التصديرة. والذي يثبت هذا أن هذا الشخص ومدير مكتب حقوق الإنسان لا زال كان يتعامل مع الوزارة بعد شهر 8 ورايح في شهر 10 في شهر 11، هناك مراسلات وهناك ندوات تقيمها في المحافظة باسم الوزارة، وهو لا يزال مدير مكتب حقوق الإنسان، ولا يوجد يعني لو هو صحيح ما يقولون كان هناك معهم خطاب رسمي أو معهم شيء رسمي يثبت أنهم تم عزلها وتم حالته للتحقيق من قبل، فهذه كذبة واضحة جدا لا تنطلي على أحد ويفهمها الكل. يعني حقيقة يعني بما أنهم يريدون أن يستمعوا إلى أجندة خارجية إلى ما يملي عليهم في الخارج، نعم. يكون شيء معقول شيء
لا يكون بهذه الطريقه. الشخص لا زال شغال بعد شهر 8 شغال مع الوزاره، كيف يتم توقيفه في شهر 8؟ هذا غير صحيح ومواجهه في التغيير حتى. طيب سيد علي، ربما ما يثبت نعم ما يثبت اتهام وزارة حقوق الإنسان والسلطة المحلية وما يؤكد ما جاء في التقرير الذي أصدره مكتب حقوق الإنسان في المهرة، ربما ما تضمنه التقرير ذاته من دلائل وتقارير وأحداث واضحة لا يمكن نفيها على أرض الواقع. هل ما ذكر موجود حقيقة ويمكن التحقق منه عن طريق الواقع، بحيث لا تستطيع لا وزارة حقوق الإنسان ولا السلطات المحلية ولا أي شخص كان أن ينكر ما ورد في التقرير؟ اي نعم، هذا اصلا هم الان مشكلتهم ما قدروا انهم يناقشوا ما جاء في التقرير، الان هم يناقشوا شخص الكاتب التقرير، هم الان يناقشوا هل هو معهم او لا، لم لا يستطيعون ان ينكروا ما جاء في التقرير يا اخي. الان المشكله لو انهم اثبتوا ان ما جاء في التقرير غلط او اثبتوا كذب ما جاء في التقرير، فانا معك والكل والمشاهد والاعلام والكل سيستمع لهم وما يقولونه. الآن هم مشكلتهم ما يقدروا أنهم ينفوا ما جاء في التقرير، وإنما رجعوا إلى شخص كاتب التقرير والذي هو مدير عام مكتب حقوق الإنسان في المحافظة، هل يحق له أن ينشر أو لا، هل هو لازال مدير أو لا. فيعني حولوا الموضوع من موضوع مهم وما جاء في التقرير صحته من عدم صحته إلى موضوع هل يجوز له أن يكتب أو لا. طيب لو افترضنا انه يجوز او لا يجوز وهو نعم. معهم او لا، صحة طيب. ما جاء في التقرير هذا المهم، ناخذ ما جاء في التقرير لنفند يا سيد علي، يهم العالم ناخذ ان ما جاء في التقرير نعم. هو صحيح، ناخذ بعض ما جاء في التقرير لنفنده ونعرف بعض الحقائق عنه. ورد في التقرير بأن السعودية استخدمت جنسيات غير يمنية بينها جماعات مسلحة ومتشددة إلى المهرة ومنعت أبناء المحافظة من الالتحاق بالقوى العسكرية والأمنية، هل من دلائل وأحداث وقعت في محافظة المهرة تؤكد فعلا ما ورد في هذا التقرير؟ بالنسبة إلى النقطة الأولى وهي أن القوات السعودية استخدمت قوات غير يمنية للمحافظة، هذا لا ينكره أحد، حتى القوات السعودية تعرف القوات السعودية أنزلت منظومة بشرية بالإضافة للمنظومة الترسانة الأسلحة، منظومة بشرية كبيرة من عساكر ومن قادة ومن رجال شرطة وجيش في مطار الغيضة وفي محافظة المهرة، في جميع المعسكرات موجودة قوات غير يمنية، قوات سعودية تدير المحافظة من المطار وتدير المراكز الأمنية والعسكرية في محافظة المهرة. هذه لا يقدر أن ينكرها أحد، وبحجة أن اليمن تحت البند السابق وأنهم دخلوا من أجل محاربة الحوثي في المعرة نعم. لا ينكرونها أبدا، وهذه نقطة مهمة جدا ونقطة صريحة وصحيحة ولا يختلف عليها أثنان. بالنسبة للنقطة الثانية والما ورد في التقرير، هناك جماعات صحيح في بداية الأمر ومنذ تولي السعودية زمام المحافظة ومنذ تعيين المحافظ المعين من عندهم، هناك قوات يعني هناك رجال دين ومجموعة من السلفية أتوا إلى محافظة المعرة مدعومين من السعوديين والمحافظ نفسه، ولكنهم واجهوهم برفض شعبي حتى تم ترحيلهم من المحافظة. لا نعرف حقيقتهم ولا نعرف ماذا معهم وما هي النية اللي جاءوا من أجلها إلى محافظة المهرة. كان هم ناويين أنهم يجلسون في مديرية قشر وخرجت أمامهم مظاهرات طيب دعنا يذكر أن معهم دعنا نشاهد كيف كانت ردة فعل وزارة حقوق الإنسان وعلى رأسها الوزير محمد عسكر. قام بإصدار قرار بإحالة مدير مكتب حقوق الإنسان إلى التحقيق على خلفية ما قام يعني على خلفية اتهامه له بنشر تقارير مضللة وغير دقيقة دون التثبت أو الرجوع إلى الوزارة أو المحافظة، والوزارة طبعا بطبيعة الحال نفت إصدار أي تقرير منها. كيف تنظرون إلى هذا الإجراء وهذه الخطوة التي قام بها وزير حقوق الإنسان محمد عسكر؟ الحقيقة نحن لا نستبعد هذه الخطوات، لأن الحكومة هي مصلوبة القرار كما يعلم الجميع. الحكومة اليمنية وهي الآن مخترقة وهي حاليا تتواجد خارج اليمن، ومن يدير اليمن هو التحالف. هذه الحقيقة اللي يعرفها الجميع. لو أن الحكومة هي لديها على مستوى عالم من المسؤولية كان التعاطف مع الأحداث بشكل أكبر وأكثر مسؤولية تجاه الشعب اليمني. على كل المستويات، على المهرة وكل مستويات اليمن بشكل عام. نعم. بالنسبة لبيان الأستاذ محمد عسكر وزير حقوق الإنسان على أن المغالطات
الاخ مدير مكتب حقوق الانسان قد تم وقد رفع اكثر من مره واكثر من مراسله الى الوزير والى الوزاره بشكل عام على ما يحصل في محافظه المهره، وللاسف تم تجاهله حتى انه اظهر التقرير للاعلام. التقرير هو بشهر 5، والتقرير هو يعني على شكل ما هو موجه الى احد، ربما كان التقرير موجه للوزاره وتم تجاهله من شهر 5 للان تم نشره للاعلام. يعني تقول بأنه أصدر في شهر 5 وإنما شهر 5 وهو تقول أنه أصدر في شهر 5 وإنما وصل إلى الإعلام مؤخرا الأسبوع الماضي، وصل إلى الإعلام مؤخرا. نعم، ربما كان التقرير قد وجه إلى الوزارة وتم تجاهله للوزارة، ونحن لا نستغرب لأنه عليهم ضغوطات كبيرة الآن. الحكومة الشرعية والرئاسة اليمنية عليهم ضغوطات كبيرة من قبل التحالف، وهم الآن لا يقدمون ولا يأخرون شيء، وإنما التحالف الذي يدير اليمن، وكما شاهدتم أنتم في محافظة المهرة مع قدوم الرئيس عبد الله منصور هادي. أشكرك جزيل الشكر سيد علي مبارك بن محمد، عضو اللجنة الإعلامية لاعتصام المهرة. مشاهدينا الكرام، نواصل هذه الحلقة وبعد قليل نتناول الشائعات المتعلقة بوجود اتهامات لدى المحافظ محافظ البنك المركزي بممارسات فساد. دعونا نتناولها أيضا ونتابع هذا الموضوع، ابقوا معنا.